حياكم الله من جديد. سيدة سعودية ربما اعتادت على نمط هذه الحياة، وربما كان لشعور البذل بعد العطاء لذة لا تتكرر. رصدنا ابتسامتها الدائمة مع الفقير والصغير والمريض وصحيح البدن، حتى أصبح هذا العمل بالنسبة لها جسورا من الخير لا تنتهي. تقبل منا. أنت السميع العليم. أنت السميع. ما أجمل العطاء وما أروع الرضا بالعطاء لمن سجن بين أنياب الحاجة في عالم وجد امرأة على أطلال قريتهم ليست من جنسهم ولا من عرقهم، قدمت بابتسامة لذة العطاء حاملة على رأسها جود أمة. احنا الان في بورما ونسلم عليكم يا سعودية. وما تخفى المكارم حيث كانت ولا اهل المكارم حيث كانوا. ديما الوهيبي المتطوعة ام الدكتورة ام الكاتبة، فبروح البذل والجود حلقت فوق بلدان عدة لم يحركها إلا شغف الخير وابتسامة أم وجري من صغر سنه وازدادت حاجته إلى من يسد جوعه ويكسي جسده. ومن شرق الأرض إلى غربها، ومن أوسع الطرق إلى أضيقها، ومن أصعبها مساراً إلى أسهلها، لم تقف أمام العقبات والمشقات، بل أعلنت الحرب على الفقر بسلاح العطاء والوهب، فأينما كانت الساحة ستحارب. ولآخر لحظة اصنع معروفاً واغرس فكرة، لا تيأس فالخير بنا فطرة، الله استعمرنا والأرض غدا تشهد، فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد. لبرنامج هلا مشعل فيعي. لا لا لم نخلق عبثا حاشانا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما، إحسان يتلو الإحسان، لم نخلق عبدا حاشانا. هذه السيدة السعودية التي نتحدث عنها ويتحدث عنها هذا التقرير هي ضيفتنا اليوم في هلا، دكتورة ديما الوهيبي المتطوعة في الأعمال الإنسانية. حياك الله دكتورة. الله يحييك. شكرا لتلبية الدعوة. شكرا لدعوتك. أنا شخصيا سعيد بحضورك وسعيد بأعمالك وفخور أن يكون لدينا سيدة سعودية تقدم كل هذا البذل والعطاء في كل مكان في العالم. حياك الله معنا. الله يحييك. شكرا لك. شكرا للاستضافة الحلوة هذه. شكرا لك يا دكتورة. دكتورة، حقيقة وإحنا نعد البرنامج كان في سؤال يعني طول الوقت إحنا قاعدين نردده على أنفسنا، ليش كان التطوع هو خيار بالنسبة لك؟ أنا أقول لك أول جو ليش لا، لما أنت تكون يعني الله أنعم عليك بأشياء كثيرة وأهلك أعطوك كل شيء، يعني ما بقى شيء ما توفر عندك، وتكون تتربى بنفس الوقت على أشياء تشوفها في أهلك، مثلاً زي جدي يطلع مع أبوي كل سنة برمضان، وجدي كبير صايم بالحر بالصيف، أنت تشوف شلون إحنا في الصيام، يعني أهم شيء أنام أسهر عشان أنام عشان يجي وقت الفطور وأقوم سهلات يعني، فكانوا يطلعون كل يوم
يوزعون أشياء على الناس اللي برا، على الرعاة اللي في البر وما البر اللي أبعد شوي، فوش اللي حاد يطلع يسوي كذا؟ يقدر يوديها جوا الرياض. ولما تشوف جدي مثلا، جدتي حرمة كبيرة أمية لا تعرف تقرأ ولا تكتب، كل ما شافت أحد مسكين لازم تتأثر ولا شيء، تجي من يومها الصغار تقول خذوا مثلا كم ريال روحوا أعطوهم. فهذه الأشياء تنوجد أتوقع في التربية إذا أنت صغير وأهلك ينمون فيك هذه الأشياء. وغير كذا أول ما طلعت الفيديوز حقت سوريا ما أقدر أنساها، شفتها وكنت يعني إجازة صيف وناظرهم يعني شلون، بعدين فجأة شفت فيديو حق ناس متطوعين اللي هم فريق تراحم وقعدت أراسلهم. أنا كنت طالبة وقتها، قلت لهم أنا طالبة ممكن تأخذني طالبة في أسنان، ما ردوا أول مرة. بعدين جاء مرة وقت طلعوا رحلة ثانية، كتبت لهم أنا والله لازم تخرجت الحين صرت امتياز، ما ردوا علي. بعد الامتياز كتبت لهم أنا والله العظيم الحين دكتورة تكفون خذوني، إنه أي شيء أسوي. كنت في إجازة صيف مسافرة، ردوا علي وقالوا أوكي تعالي. لو تشوف الوناس اللي جتني قطعت سفرتي، أنا طرت لهم من السفرة للمكان اللي هم فيه، كلمت أختي وجت معنا. فكانت هذه أول رحلة لنا. وين كانت؟ كانت في أورفا لحدود تركيا السورية. فانت لازم تحط في بالك انه اولا اجازه صيف، يعني شو اللي حادني اترك الوناسه واترك يعني انت أروح. قطعت اجازتك السنويه في مكان ما عندك كل الراحه وعندك كل وسائل وسبل الرفاهيه عشان تلتحقين فيهم بتركيا. صح. السؤال المهم، من وين تلقين وقت دكتوره؟ هو مو بسهل الحين بعد يعني الحين اصعب مع الدوام، بس سبحان الله تيسر. أوقات يقولون لك أبسط الأمور بقدم إجازة، لا شوي 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 أفقد الأمل، بعدين فجأة يجيني أبروفل إني بطلع، فتتيسر يعني. صدقني إذا بديت فيها والله ما توقف، ما تتخيل كيف. دائما النص الكلمة أقولها، أقول هذا الإدمان المحمود يعني اللي ما زين، إحساس ما تتخيله. بعدين لما يصيرون يشوفونك الناس مرة ورا ثانية يصيرون يعرفون، أو إذا ما جيت وينها ليش ما جت. كل فترة كم تطلعين؟ يعني هم الفريق تقريبا كل شهرين يطلعون رحلات، لكن أنا يعني 3 شهور 4 شهور يعني في السنة نطلع أكثر من رحلة، بين حدود بورما وبنغلاديش، سوريا وتركيا، والأردن وتركيا، لبنان، سوريا وتركيا، سوريا والأردن، سوريا ولبنان. احنا ما نتكلم بس عن مناطق لاجئين، احنا برضو نتكلم عن مناطق صراع. صح. بالدرجه الاولى مخاطره عاليه جدا فيها. صح. كانت هذه ضمن حساباتك؟ كانت الاسره عندك، الوالد الوالده اليوم الله يحفظهم لك، كان عندهم هذا الهاجس من هالمناطق؟ اي، يمكن اللي ساعد اول رحله انه ما يختي معي، فكان شوي اسهل شوي، الزن كان دبل، مطمنين شويه. مو مطمنين، هو يعني اول رحله كانت خفيفه كمبتدئة، بعدين لا، كان بيننا وبين سوريا نص ساعة مشي يعني قريب، وما تدري إيش يصير يعني، يظل مكان الصراع دائما ما في أمن، ما في توعية، ما في ثقافة، فلك أن تتخيل إيش ممكن يصير. وكيف كانت تفاصيل يومك؟ يعني اليوم أنا لما بات ولا أقعد في مكان وأشتغل وأسمع صوت ضرب وصواريخ وانفجارات، كيف كنت تتعاملين؟ يعني كيف كنت اليوم خلينا نقول تديرين ذاتك وقتها، تتغلبين على المخاوف؟ شوف، أنا ما قد فكرت في هذه المواضيع، أنا كل كنت أفكر فيه وشلون ننجز خلال اليوم. يعني صراحة ما قد يعني أنا أخاف أدري، وكل مرة أروح وأقول يمكن ما نرجع، ما تدري إيش يصير، بس ما خفت، ما عندي هذا الإحساس خلاص. يمكن لأنك تشوف رد فعل الناس كيف أبسط الأمور تخليهم مبسوطين، يعني تستوعب أن أنت بنعمة. الحين أنت راد، أنت اليوم بردان لابس ثوب غامق، هم بالبرد لك، أنت تخيل إنه كم درجة الحرارة مثلا ماينس سمثينج، يعني يكون درجة الحرارة مرة برد، وإحنا بالدفين هم ميتين برد. وش الأعمال اللي تنفذونها في التطوع؟ مثلا حكيني عن دورك. يعني أنا متطوعة في الفريق، الأشياء اللي نسويها مع الفريق إجمالي بتكون عندك كسوة شتاء في حالة البرد، كفالة أيتام، تعليم، تسكين، اللي يكونون في عشوائيات، في ناس ساكنة في مغارات، في ناس في بر يعني في ولا شيء، فننقلهم سكن يعني نظيف كريم، يعني في شقق ينقلون لها، فيها أكل، فيها مكيف، فيها كهرباء، لك أنت تتخيل النقلة هذه كيف تكون. تعليم، حرفة،
لأنه في كثير ناس عندهم شهادات ما معهم شهادات الحين، الدكتور، المهندسة، خريجة، ما أنسى هذيك اللي تخرجت كيمياء حيوية ما معها ولا شيء يثبت أنها هذه خريجة هذا الشيء. كانت سوريا ما كان دراسة فيها سهلة، دراسة صعبة، ما عندها ولا شيء يثبت. الحين شو تسوي؟ تعلمت خياطة تخيط وصار عندهم فلوس، يعني يقدرون يسوون دخل. برمضان إفطار صائم، سقيا ماء، ما كان عندهم موية المخيمات. يعني احنا رحنا قبل سنة ما يوصلهم موية، فكانت الخطة انه شلون ممكن نسوي لهم سقيا ماء، وصدق ضبط المشروع. فسبحان الله كل منطقة يختلف فيها الوضع، يعني تستغرب حتى المتطلبات. لاجئين بورما ما يعرفون المكيف، ما يبونه، مو هذا أقصى طموح بالنسبة لهم، ما يعرفون احتياجاتهم وشي مروحة على الأقل. بس يقول لك احنا ما نحتاج مكيف. وبعدين حقين بورما في مخيم كوكس بازار بين حدود بنغلاديش بورما هم. انت طبعا نزلت على بنغلاديش. ايه ايه، في المخيم اللي اسمه كوكس بازار، هذا محدود ما يقدرون يطلعون منه، فهم اوريدي لاجئين في عشوائيات، وهذا المخيم يعني محاط بالضبط، ما معهم اي اثبات، ما معهم اي شيء يخليهم حتى يعدون هذا المخيم. فالناس عالقة هناك لمدة كم تقريبا يعني؟ إلى أن يشاء الله، ما حد يدري متى بيطلعون. وش أغلب المواقف اللي اليوم تعتقدين أنها زادت الدافعية عندك للعطاء أكثر في التطوع؟ يمكن رد الفعل وتعلق الناس اللي فيك. لما أنا كنت أروح أول مرة، خلينا أتكلم على الفريق مثلا، كنت أروح متطوعة زي غيري، ما أدري عن شيء، أقعد وخلاص. لا، الحين صار يدرون من أنا، وصار لي دور، وصرت أحس أني أنا جزء من هذا المكان. يعني أنا ما أحس أني أنا صرت متطوعة، أنا بنت هذا البيت وما أبغى أوقف ولا بتركهم، يعني أبي أكمل. وش أكثر بلد عملت فيه اليوم الدكتورة ديمة كمتطوعة وقدمت الكثير، ولكنك عدتي وخلينا نقول وداخلك ألم كبير جدا من المشاهد يمكن اللي شفتيها، من المواقف اللي عشتيها؟ يمكن تستغرب، يعني أنا توقعت أن يمكن أكثر مكان بتأثر منه في بورما. لا، اللي صدمني آخر رحلة لنا في لبنان. لبنان؟ إيه. رحنا، أنا ما توقعت صراحة، دائما أسمع عن المخيم حق الفلسطينيين. مو مخيم، هو زي عشوائية خطرة، يعني ما حد حتى ما تقدر تدخلها أنت كشخص تطلع بسلام، مستحيل. كنت أسمع عنها دائما، ممكن أشوفها بأفلام، في دوكيومنتري. أتذكر دخلنا، والله العظيم ما تصدق شيء، كيف ناس ساكنة هنا؟ كيف أحد أصلا عايش في هذا المكان؟ مو كلمة خرابة زيادة عليهم، حرام، يعني شيء يخوف. الممرات ضيقة مرة، الأسلاك حقت الكهرباء لو أنا بس برفع راسي شوي أضرب راسي عادي، ممكن أصقع في الكهرب. وغير كذا الموية تجي فوق الكهرباء وصاخة، عشان يعني في وصف قال واحد منهم أنه إذا أحد توفى عندهم بهذا المكان يعني يخوف. ما في مكان أصلاً من الممرات أنه يقدرون يشيلون الجثمان من مكان إلى برا المخيم. تدري شلون ينقلونه؟ في السطح، من بيت البيت، من بيت البيت، لأنه الممرات ضيقة، ولأنه مستحيل أصلاً يمر منه نعش حق بني آدم طبيعي. فكان هذا شيء أنا ما توقعت، يعني صدق صدمني، ما توقعت هالشيء يأثر فيني. ضيق، كتمة، والغريب محلات خضار حقتهم جوا، حلاق موجود، محلات ملابس، يروحون المدرسة، لكن ساكنين بالخرابة اللي ما والله العظيم يعني الله يكرمك، الحيوان ما يتحمل عيش هناك. شيء مؤلم. فتستغرب وين الدنيا، يعني احنا وين عايشين؟ شلون في احد للحين كذا عايش بهالزمن؟ يمكن هذا اكثر شيء نوعا ما اللي ما اقدر انساه، فاجأني، ما توقعت شيء زي كذا ابدا. اللي يتابعك ويتابع نشاطك يشوف ان في علاقه بينك وبين يعني الاطفال احباب الله على ما يقولون. لكن سؤال، في علاقه اللي لاحظ في علاقة نمت بينك وبين كثير من الأطفال في كثير من المناطق، وعلاقة قريبة جدا يلمسها الواحد في تواصلك معهم، في تحلقهم حولك دائما.
هذا شيء أنت خلينا نقول سعيتي لبنائه كتواصل مع جميع الأطفال هذولا، ولا هي كانت علاقة عفوية؟ ممكن علاقتي مع الصغيرين كويسة والحمد لله، هذا شيء زين. بس الأطفال لا، أنت جاية من بيئة مختلفة، صح، وما في لغة بيننا، مختلفة، يعني كل شيء مختلف. بقول لك شيء، شيئين في كل موضوع التطوع يهموني أنا، كبار السن والأطفال الصغار، لأن هذول الاثنين حرام أنهم يعانون. الإنسان الكبير اللي صار لاجئ بعد عمر يعني مضى بكل اللي فيه، فجأة بعد العمر الكثير يصير ما يدري ايش بيصير عليه. والأطفال، الأطفال حرام يحرمون من الطفولة. الطفل المفروض ينبسط يلعب، ما يدري ايش هذا، أشياء المفروض ما يشوفها. فلما تشوف الصغيرين هذولي لا شعوري، والله العظيم أنت لو تجي أنا باخذك معايا بتشوف، والله العظيم ما تصدق كيف ينبسطون بأسخف الأمور. لو تضحك يعني، أنا أقول لهم مثلا أعد من 1 إلى 10 وأنا متعف واحد. تخيل الحين إحنا في بيتنا ولا عند أطفالنا، بقول لهم يلا خلينا نعد من 1 إلى 10 وش تبين؟ الأطفال هذول فقدوا كل إحساس للطفولة، للحياة، ما شافوا شيء كويس. فأنبسط معهم، أحبهم صدق، وأنا اللي أبغى أكون معاهم. يعني أنا ما أصدق أشوفهم، أول ما أشوف صغيرين إنسان يحطني عندهم خلاص. كيف يتواصلون طيب معك؟ وشلون تتواصلون معهم؟ الأطفال أذكياء، حركات، لعب، تضحك، تعطي حلاوة، ألعاب. فبحتاج حتى اللغة، مو ضرورية أبدا مع الأطفال، صدق الأطفال جدا أذكياء. اليوم لو نبغى نتكلم عن واقع المخيمات اللي زرتيها والأماكن اللي اتجهتي لها وعملتي فيها وتطوعتي فيها، في كثير من المنظمات وفي كثير من المؤسسات الدولية وإقليمية تقدم عون معين أو مساعدات معينة للاجئين. من خلال مشاهداتك، هل تعتقدين أنه هذه المساعدات بالفعل هي تصل لمستحقيها؟ بالفعل مستحقيها؟ يعني في كلام، خليني أكون واضح معك، في كلام عن متاجرة بالمساعدات هذه، سواء المساعدات تيجي من المتحدة، سواء المساعدات أيا كانت. هل هذا حقيقي؟ هل هذا واقع شفتوه؟ للأسف أنه كل الأشياء هذه، المنظمات اللي أنت ذكرتها اللي أنا شفته، أنه إذا تبون نساعدكم في شروط، يشرطون المساعدة؟ يعني هي مو بهذه الصراحة تكون، لكن إذا بنساعدكم بشكل ضمني بالضبط، يعني أقلها تحط شعار اليونيسف مثلا على يعني اليو أن، أو هذه أشياء يطلبون منك، أشياء مو مطلوب أنها تنطلب بالنسبة لإنسان محتاج، وتكون محدودة في أماكن محددة، تاخذون منه ما تاخذون من أحد ثاني. وفي عندهم زي أجندة هم اللي ماشيين عليها. وش المشكلة إذا خذيت مثلا منك كجهة وخذيت من جهة مساعدة؟ أنا هذا اللي ما قدرت. ليش يتم فرض قيود على المساعدات؟ هذا اللي أنا يضايقني في الموضوع. كل ما كبرت المنظمات كل ما زادت شروطها. وين لمستيها شيء؟ بورما أكثر شيء. بورما، أي كوكس بازار شفتها صدق، لأنه كان عبارة عن مخيمات الشاطر اللي يحط العلم او اللي يحط العلامه بالضبط. اذا هدفها كله كومبيتيشن، بس اعلان دعايه، شوف exactly. يعني المشاهدات هذه كان هدفها فقط تسويقي واعلامي. اليوم لو قلنا انه في عند الدكتوره ديما صوره فرح، خلينا نقول، خلينا نبعد شويه عن الحزن والمشاهد الصعبة، صورة فرح اليوم لا زالت عالقة في ذهنك من هالمخيمات، وش الصورة والمن؟ زواج اللي سويناه. زواج؟ ايه زوجنا، اتذكر انا نسيت هو يا 10 يا 5 الصراحة، بس كان يوم سعيد ما انساه. لاجئين سوريين مع فريق تراحم، كان سوينا زواج يعني خلينا نقول 5 سيدات و5 رجال وحضرنا الزواج. يعني الحريم كانوا مع الحريم والرجال مع الرجال. زواج جماعي هذا، 5 5. كان يوم لا ينسى. تخيل انه دالي مستحيل كانوا يجيبون تكلفه زواج او انهم يعيشون في هذه التفاصيل. تزوجوا في المخيم؟ لا، طلعنا واخذنا كان في فندق في اورفا، وسووا لهم زواج كان جميل، وكانوا مبسوطين صدق، كل الناس حاضره. يعني كان يوم لا ينسى صدق. هذا موقف هذا حلو فارق.
حلو مرة لأنك تعطيهم شيء يفرق معاهم. اللي أهم يمكن لما أنا مرة تعورت في رحلة من الرحلات وكانوا يسألون، فأتذكر الرحلة اللي راحت يوم رحت صاروا كلهم يسألون وين ديما اللي رجلها كانت تعورها، وكلهم صاروا يطمنون. فهذه أشياء الناس تتذكر، ناس تحفظ التفاصيل هذه ما تنسى. فكويس اسمحي لي أستكمل معك لكن طبعًا. بعد هالفاصل فاصل إن شاء الله. حياكم الله من جديد. لازال حديثنا عن التطوع وإقبال سيدات السعوديات اليوم، والدكتورة ديمة اليحيى أحد الأمثلة السعودية التي نفتخر فيها، واللي ديمة الوهيبي عفوا، واللي تقدم أعمال خيرية كثيرة في مناطق خطرة، مناطق النزاع، مناطق صراع، مناطق الكثير قد يتردد في الذهاب إليها وربما تقديم حتى المساعدة. أرحب بك من جديد دكتورة ديمة. معنا اتصال، وأعتقد أنه هذا الاتصال قد يعنيك أيضا، للأستاذة لنا الرشيد متطوعة من الكويت. مساء الخير أستاذة لنا. مساء النور وأهلا فيكم، يا هلا في برنامج يا هلا. الله يحييك، يا اهلا وسهلا. استاذة لنا، انت اليوم احد ايضا المتطوعات، والكويت وحنا واحد، لما نقول سعودية وكويتية نعتبرهم واحد احنا ترى. ها، نبغى تجربتك مع التطوع اليوم استاذة لنا، الدول اللي زرتيها، التجارب اللي خضتيها. والله الله يشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع دائما. في رسالة خليجية، أنا ناشطة في العمل الإنساني على مدار 9 سنوات الآن لله الحمد. يرسل تقريبا رحت اليمن، كينيا، الحدود للاجئين السوريين، وفي الآونة الأخيرة أنا أتجه إلى أكبر مخيم للاجئين في العالم في بنغلاديش، مخيم كوك تيار، اللي فيه مليونين، ما يقارب مليونين روهينجي للمسلمين بورما، يروح اليوم من ديارهم فقط لأنهم مسلمين. هذه هي رحلاتي وهذه هي السنوات يعني المناطق اللي زرتها. التجربة هذه تجربة إنسانية بحتة، يعني الإنسان لما يجربها في البداية حاب إنه يساعد، يجرب هذا الشيء أو تحط صدفة في هذا الطريق، وفجأة يلقى نفسه ما يقدر يوقف عن هذا الطريق، واللي يلقى نفسه إنه مو قادر يوقف في هذا الطريق فهو محظوظ والله يحبه، فالحمد لله. يمكن أنا الله يحبني عشان كذي استمرنا في هذا العمل. إن شاء الله إنه أنكم جميعا إن شاء الله هذه أعمال لها أجر كبير وتقدير أنا أعتقد عالي جدا لدينا جميعا. لكن أستاذة لنا، في دافعية اليوم تدفع الإنسان بشكل قوي جدا للتطوع اليوم لنا الرشيد، وش الدافع اللي اليوم يحفزها يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، لتقديم كل هالأعمال؟ الدافع الأساسي يعني مختصر جدا، أن أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس. قالوا والله ودي أن يكون من أحب الناس إلى الله يعني. كلنا في الحياة هذه نعمل كل شيء، هذا أول شيء وأهم شيء. ثانيا أنا عاطفية، يعني أنا لما أشوف طفل يبكي ولا أم، يعني هذا الانكسار ما أقدر، يعني ما أقدر، أنا بس أوقف متفرجة، ضميري يعني عشان ضميري يرتاح لازم أسوي دوري، مهما كان دوري صغير لازم أسوي في هذا العالم. والنقطة الثالثة إن اليوم إحنا هذه الأعمال هي دفعة بلع خليجنا، هي الخليج العربي يعيش في حالة تأهب دائما. يعني علشان الله سبحانه وتعالى يدفع البلع عن خليجنا وعن ديارنا وديار المسلمين، الواحد يقوم بهذه الأعمال ويتصدق وفي الأعمال الإنسانية.
علشان الله يحفظنا ان شاء الله وشعوبنا كلها. لو نبغى نتحدث عن موقف صعب واجهتيه استاذه لنا، او موقف ربما محبب لك، وش اغلب موقفين انت تشوفين انها موقف آلمك وموقف بالفعل يعني زرع الفرحه بشكل مختلف لديك؟ والله شوف، انا السبب الاساسي اللي خلاني اني انا اصور الرحلات الخيريه واظهر اعلاميا في الرحلات الخيريه هو سبب انه انا انهي الدراما الزائده في نقل الصوره، لانه اليوم الناس عايشه حاله اكتئاب، حتى في بلد رايحه الدوام، طالعه من الدوام، راجعه البيت، وانا اشوف معاصي. فصارت الصور في السوشيال ميديا الكثيره تخلي الناس ما تشوف المأساة الحاصله، تقول رده الفعل تكون قلبي عورني، ما لي خلق اشوف هالاشياء. فيفضلون يشوفون النكت والاشياء اللي تضحك والاشياء اللي تونس، ما لهم خلق يشوفون مأساة ولا طفل يبكي ولا طفل يحترق. والدليل على ذلك هذا الشيء اللي تحت اليوم تصير مأساة كبيره عظيمه في طفل يغرق على البحر، يصير الهاشتاج كله ولا الطفل الفلسطيني اللي كان في سياره الاسعاف، والهاشتاج السوشيال ميديا كلها اليوم يوصل الى ملايين الهاشتاج ترند الاول صورته، وبعد 48 ساعه ينتهي هذا الفن وينتهي الهاشتاج كيف بوست في الانستغرام. فانا فكرت شلون بما اني انا ماركتير وهذا عملي، شلون انا اقدر اعمل ماركتينج للعمل الانساني بشكل يشد الشباب ويشد الكبار ويشد الصغار عدد هم يساهمون بنفسهم او بتبرعات. فنقلت بصوره ايجابيه وبصوره الضحكه والابتسامه، ودائما لو تتابعوني في السوشيال ميديا سواء في الانستغرام او سناب شات، وانا انقل هذه الرحلات الانسانيه اللي مليئه بالدراما وتكون حزينا لتعور القلب، الا انك ما ترى الا الابتسامه دائما. واساسا انا رايحه لفتره محدده، فبدال اقعد حاله حزن مع الحزين، نعم بالعكس اعطيه انجكشن قدره من السعاده. ف يعني هذا اللي انا اذكره عن مواقف صارت، ملايين المواقف اللي مريت فيها، بس اكثر شيئين ياثرون فيني الطفل قابلته في مخيم كوكتازار في بنغلاديش من مسلمين بورما، لما سالت معاه قلت له انت ليش هني؟ فكان المفروض اني انا قاعد معاه مقابله قاعد اصوره يعني. وانا قاعد اصوره هو قاعد يشرح، كان يقول لي انا حقه وامي قدامي. فانا ما استوعبت اول مره شنو قال لي، فقلت له ليش؟ كان يقول لي لان حرجه وامي قدامي. فما قدرت يعني، سكرت الكاميرا وبكيت انا وياه ولبيتها، ما قدرت. والمفرح لما اشوف الاطفال وهم يطعمون بالوراثه ويحسون بالسعاده ويضحكون ويلمون ويذكرون اسمي، هذه احلى اللحظات يعني عندي في الرحلات. لا شك يمكن الشغف اللي تتحدثون فيه استاذ لالا اليوم وانت والدكتوره ديما يصلنا كثيرا، حب هذا العمل وحب الخير. شكرا جزيلا لك الأستاذة لنا رشيد متطوعة من الكويت. والأهم الحقيقة يمكن رسالة اللي نقدر نستشفها ونستنتجها من حديث الأستاذة لنا، كيف استطاعت توظيف تخصصها اليوم لخدمة الكثير من الشعوب حول العالم؟ نبغى أسمع تجربتك مع لنا. أنت أعتقد جمعتكم كثير من الأعمال. لنا رشيد مو متطوعة، هي اللي خلتنا نتطوع، هذه النقطة المهمة اللي لازم نتكلم عنها، لأن أثرت في كثير ناس بادية قبلنا من زمان. والفيديو اللي خلاني أول مرة أبغى أشارك كان فيديو هي اللي مصورته أول ما طلعت، أول ما راحت لهذا المكان، فلها فضل كبير بعد ربي أنه خلتنا كلنا نتأثر، هذا شيء ما ينسى. وين عشتوا التجربة؟ في كل مكان. في كل مكان. كل مكان. كانت موجودة معك في كل رحلات؟ هي الأساس في كل رحلة. يعني شوف، عندنا عناصر أساسية في الرحلات، عمي ناصر البسام وجه له تحية، ونورة البسام بنت عمي ناصر، هم أصحاب فريق تراحم اللي هو بيتنا الثاني. لنا رشيد إنسانة ناشطة في العمل التطوعي وعندها جوائز كثيرة في هذا المجال، معروفة كثير على المدى الإنساني، فكانت هي كمان من الناس اللي في هذا المجال. وأستاذة حصة المزروع في السعودية كانت هي اللينك بين تراحم السعودية وتراحم الكويت اللي صار الحين جود السعودية. فهذول الأساسيين في كل
كل الموضوع هذا. جيد، أنت تكلمت قبل في بداية حديثك قبل شوي عن كثير تفاصيل، أهمها قلت عندنا طبيب عندنا الطبيب وعندنا المعلم وعندنا الاهتمام في جوانب اجتماعية، الاهتمام في جوانب معيشية، زوجته أكثر من 5 أشخاص اليوم. هل في خلينا نقول أساس لهالفريق؟ يعني هل لازم يتكون مثلا فريق التطوع لمنطقة من طبيب ومعلم، ولا هذا شيء لا يعتمد على مهارات الشخص نفسه وش اللي يقدمه؟ في احنا اذا طلعنا فيكم معنا قافلات طبية تعالج، لكن الاساس من الفريق التطوعي يعني اللي انا فيه مو بالمجال الطبي نوعا ما، اكثرها توعوي للمعيشة، للحياة، للمستقبل. فانت تنقل شخص من العدم للحياة الكريمة، فهذا هو كان اساس الفريق. وفي عناصر مهمة جدا كل هذا الموضوع، ما يفرق ايش التخصص، ما يفرق كم العمر، يجي معنا اطفال، في ام ومعها بنتها الصغيره، كم مره جو معنا، في اكثر من طفله جو معنا، لكن اصغر متطوعات فريق تراحم، وفي ناس كبار يلا يمشون، وكمان ما منعهم. كم يصل عدد الفريق المتطوع تقريبا؟ اوقات ممكن 20 25 العدد، في مرات يكون نفس الاعضاء موجودين وفي متطوعين جدد يكونون كمان متواجدين. فكل رحلة تحكم، لكن الأساس دائما موجود، في ناس مهمة دائما تكون متواجدة. يعني 10-15 شخص هذول أساسيين؟ خلنا نقول 5 أساسيين اللي يمسكون الأشياء عموما في كل رحلة، والباقي ممكن متطوعين في أكثر من رحلة، سواء حريم أو رجال، يعني ذكر أو التمويل ناس. من وين؟ تبرعات. تبرعات؟ إيه. من وين التبرعات؟ في مظلة لاستقبال التبرعات؟ إيه. فريق تراحم الكويت تابع للهيئة الإسلامية الخيرية. نعم. فكل التبرعات تكون من خلالهم، يعني لينك رسمي والمظلة رسمية ويعني معترف فيها والأمور يعني كلها مضبوطة. نحييهم الهيئة الإسلامية في الكويت وكذلك جداً. أيضا لفريق تراحم. هذا يقودني لسؤال مهم جدا دكتورة ديمة، التطوع ثقافة كثقافة ليست جديدة علينا احنا كمجتمع سعودي، وانت قلتيها قبل شوية جدك وجدتك يمكن كانوا يمارسون هالشيء بمسميات مختلفة، لكن ان يكون العمل التطوعي اليوم عمل منظم او عمل له هدف خلينا نقول انساني، هل هو جديد بالنسبة لنا؟ هل نمتلك الادوات لنصل خلينا نقول للعالم اليوم؟ الدافع موجود. أنا أتكلم كأفراد. إيه. الدافع موجود لكن الطريقة أو السبيل مو واضح للناس. هذا اللي اكتشفته، لأنه هذا أكثر سؤال كان يجينا. إنه إحنا ودنا نتطوع. طب أنتم تبون تطوعون في إيش؟ هم ودهم يتطوعون بس ما يدرون في إيش. بس إحنا نبي نسوي تطوع. ما اختلفنا. حددوا إيش تبون. مثلا إحنا الحين عندنا فريق سعودي، فريق جود السعودية. المسؤولة عنه أستاذ حسن مزروع. الفريق قوي وأنجز أكثر من شيء، وأنا الحين يعني هذه ثاني سنة نسوي معاهم فريق طبي مع جامعة الملك سعود بن عبد العزيز في الحرس الوطني، وشاركوا معنا جامعة رياض العلم طب أسنان، وما في ولا شيء، ترى ما في أي مكافأة، ما في أي دافع يجبركم، لكن هم يبون هذا الشيء. فالأماكن موجودة لكن للحين التوعية مو مضبوطة، يعني للأسف عندنا نقص في هذا المجال، يعني لازم أحد يوضحها لهم طريقة أسهل أنه كيف تجون. سؤالي الأخير لك، قبل يومين فقدنا شخص عزيز جدا على الساحة الإعلامية، حتى في مجال التطوع، البعض لا يعني ليست مبالغة عندما نقول أنه عراب التطوع رحم الله نجيب الزامل، الله يرحمه. لك ذكرى مع هذا الرجل الذي كلنا نذكره يعني بالخير، ونذكر ابتسامته الدائمة، ونذكر سعيه الدائم لتحفيز الناس للتطوع، هل لك ذكرى عالقة في ذهنك اليوم مع نجيب الله يرحمه؟ الله يغفر له يا رب. شوف الإنسان الأستاذ نجيب الزامل، الله زرع محبته بقلوب الناس، فسواء أنا أو غيري، لكن أنا كنت شخص
ما أعرف ولا يعرفني. أنا أعرفه بس أنت ما تدري مين أنا. أتذكر كتب لي في تويتر تشجيع أول ما بدينا التطوع، فاستغربت قلت شلون يعني لقى وقت إنه فضي يناظر مين أنا ويكتب لي. رديت عليه قام يكتب لي يقول أنا فخور فيك واكتبي. أنا عندي الكونفرزيشن الحين بس قعدت أقول كيف إنسان مشغول عنده حياة عنده أهل ويجي يشوف مين أنت يا ديما الوهيب اللي مسويها كذا، يقدر يشجعك ويعلمك ويوجهك. فالله يرحمه يعني إنسان ما رح أحد ينساه. صحيح. دكتورة ديمة الوهيبي المتطوعة في الأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل هالرسائل التحفيزية، ونتمنى إن شاء الله أنه رسالتك ورسالة الأستاذة لنا حول التطوع تصل ليس فقط للمملكة وإنما للدول العربية وللعالم أجمع. شكرا جزيلا لك دكتورة ديمة لحضورك معنا. فاصل ونعود.